وايد قاعدين نواجه مشاكل بالشارع او اثناء عودتنا للعمل سواء كنت بنت او شاب. اليوم راح نعلمكم شلون تخلصون من هاي المواقف اللي تكونون بيها حركات بسيطه جدا ما لها علاقه بالوزن او الطول او ضخامه المهاجم. اول حاجه راح نطبقها انه من المهاجم يسحب ايد الضحيه اللي تاخذها من مكان ما او ممكن يسيطر عليها. هاي المسكه تكون الابهام هو القافل على المسكه كلها. بدون ابهام ما تكون مسكه صحيحه، سهله الانفلات. فاللي راح نسوي شنو؟ انه نسحب ايداتنا باتجاه الابهام واذا ايد واحده مو كافيه نخلي ايد الثانيه ونسحب وزن جسمنا الى الاعلى مو باتجاه الوجه الى الاعلى، راح يكون الانفلات كل سهل. واحد اثنين للاعلى. بغض النظر عن الايد اللي نزمني بها ممكن ما تكون مسكه. ممكن تكون بالاسفل بهذا الاتجاه هذا. المهم نروح باتجاه الابهام هو اللي راح يفتح المساله كلها. هذا الحال راح يساعدنا انه المهاجم يخرج. ممكن الانسان يكون غير متدرب وغير واعي راح يظل يوجه ضربات ما بها اي معنى وراح تزيد من شده الموقف او عصبيه المهاجم. راح نسوي تكنيك بسيط جدا وهو نرفع الكوع للاعلى راح نفتر بزاويه وننزل. الشرط انه هنا لازم ايدي من ارفعها تعبر الايد الثانيه للمهاجم. ننزل بها نزله شويه وزن جسمنا راح ينفتح تلقائيا.